بشكرك على فكرة الدعوة. كنا عايزين دايما نبدأ طبعا من أهمية المسرحية في العوالم. إزاي حضرتك الدور دوت ونواعم فكرة إن أنت تعودي تاني للرقص؟ عمل ضجة جامدة جدا. أولا بشكركم جدا وبحب صدى البلد قوي. صوت تعبان معلش، أنا آسفة جدا، ولو أنا عندي مسرح النهارده مش عارفة هعمل إيه. لكن عايز اقول ان انا مبسوط ان انا معاكم. بالنسبه لحرب العوالم، انا كنت عطشانه للمسرح، بحبه جدا، انا بحب المسرح قوي، بحب المكافاه الفوريه اللي انا اخدها في ساعتها، ما استناش المكافاه بعد اعمل مسلسل او اعمل فيلم يبان النتيجه. بالعكس المسرح عشان احس انا عملت ايه غلط او عملت صح، او الناس بتحب ايه ما بتحبش ايه. يعني ده نبض مهم جدا من المسرح المصري. وبعدين عشان الناس تنزل من بيوتها وتيجي تنزل المسرح تتفرج عليه، يعني ملاك بيحبوك قوي. فانا كنت نفسي ارجع تاني بقى للشغل الطبيعي اللي هو المسرح، لان لعبتي. يعني انا رحت عملت مذيع ثلاث برامج عملتهم، عملت برنامج كان سلام مربع، ده اول تجربه ليا كانت، وكان واحلى مسا، وعملت خمسه مسابقات. فبالنسبه لي كان ثلاث تجارب، هم اكيد بيستفيدوا مني كفيفي حبه، يعني المحطات بتستفيد كفيفي عبده، وانا كنت بلاقي برضو المكافاه، لان كنت عندي هوا كل يوم، فالهوا ده شيء برضو لذيذ جدا، مش زي الفيديو. الفيديو بقى خدني بطريقه فظيعه جدا، وانا بحب اتحدى نفسي دايما في اي حاجه. يعني التحدي ده عندي، ما عنديش حاجه اسمها فشل بامرك يا رب، يعني ربنا سبحانه وتعالى كده، ما بحبش الفشل عامه. يعني لازم اكافح، لازم ابقى متواجده بشكل جيد، لان انا ظلمت جدا من حوالي 5 سنين كده، يعني في التمثيل جالي حاله ظلم وحشه جدا. فالظلم ده يعني زي ما تقولي الضربة اللي ما بتموتش قوي، فأنا فعلا ادتني دفعة جامدة جدا إني لازم أرجع بقوة فظيعة جدا. أولا كنت تخنت جدا، ومش عارفة ليه تخنت، ليه عملت كده، وليه حصل كده، وليه بعدت البعد دوت عن مهنتي اللي أنا بحبها، واللي هي دايما بحس بيها بالأجانب، عشان أنا بطلع كل سنة 3 4 رحل في بلاد. يعني انا مثلا رحت اليابان، رحت يعني اليابان دي مش ممكن انك تتخيل ان فيها رأس شري. الرأس شري بقى على مستوى العالم كما اللغه الانجليزيه واهميتها، لان كل الناس بترقص، مش عمليه ان هي رقاصه، هي مش رقاصه، هي ممكن تكون مهندسه، ممكن تكون دكتوره، ممكن تكون ست بيت، بيتعلموا الرقص لان ده بيطلعهم، المزيكا بتطلعهم في حاله، بيطلعوا بيبقوا نفسيتهم حلوه. الرقص ده النهارده في مصر مفيش جيم مش حاطين فيه واحده بتدربه رقص شرقي. فانا عايزه اقول ان مهنه مهمه جدا. انا لما طلعت ما كنتش اعرف كده. انا عرفت من حوالي 10 15 سنه او 10 سنين تقريبا ان ايه اللي حصل في العالم ده. ما كنتش اعرف ان قد كده مهم الرقص الشرقي في العالم. يعني لقيت نفسي ان انا محليه جدا، جنب ان انا دايما متمسكه ببلدي. اقول لا، الاجانب يجوا يتفرجوا عليا هنا، انا ما اروحلهمش، ما اروحلهم ليه؟ هم يجوا لي في ثراء وفلوس كتيره، لكن حب البلدي دايما كنت اقول لا، هم يجوا يتفرجوا عليا هنا. الاجانب ما هم بييجوا يتفرجوا عليا هنا. يعني اول ما نزلوا المطار بالعكس كانوا بيسالوا عليا ويجوا يتفرجوا عليا. فدوت يعني انا بجيب لك ملخصات من احاول ارد عليك في كل حاجه، ان ليه انا رجعت للمسرح دلوقتي. طبعا كل ما كنت افكر ان اطلع ظروف البلد ما كانتش تسمح ان انا اعمل مسرح دلوقتي.